الأمر التالي خاص بتشغيل الويندوز ميديا بلاير، عبارة عن برنامج مشغل صوتيات ومشغل فيديو بيكون موجود في الويندوز. الأمر التالي في أمر تيمب، وبيفتح لي مجلد بيحتوي على بعض الملفات التيمبوراري اللي بتتكون أو بتتجمع في المجلد ده، وكل فترة مفترض إنه تعمل لها ديليت، نوع من التنظيف الجهاز. الأمر التالي ريسنت، بيعرض لي آخر ملفات أنا فتحتها، الأمر التالي ريفيتش، وهو شبيه بالتمب. الملفات الموجودة بنحذفها لأنها بدون فائدة. الأمر التالي تاسك مانجر، وبيفتح لي النافذة الخاصة بإدارة مهام الويندوز، بيعرض لي كل التطبيقات كل السيرفيسز الموجودة شغالة حاليا، ممكن في بعض الأحيان تطبيق أو برنامج معلق أو مش استجابة، ممكن من هنا أعمل له إغلاق إجباري، ممكن أشوف السيرفيسز، ممكن أشوف هنا أداء المعالج، الذاكرة، الشبكة، المستخدمين الموجودين. الأمر التالي لو حطيت أنا العلامة علامة السلاش بيفتح لي قرص السي، الأمر اللي بعده لو استخدمت النقطة بيفتح لي مجلد المستندات اليوزر الحالي، لو استخدمت الأمر نقطتين يفتح لي مجلد اليوزرز موجودين على الجهاز. الأمر التالي وهو بيفتح لي إعدادات الفايروول أو جدار الحماية في الويندوز. الأمر اللي بعده WUABP بيفتح لي إعدادات تحديث التحديثات الخاصة بالويندوز. الأمر التالي لو أنا نازل عند برنامج الفوتوشوب، الأمر ده لو حاطته في الرن بيفتح لي برنامج الفوتوشوب.
الأمر اللي بعده دي اكس دايج بفتح لي شاشة من خلالها بقدر أشوف تفاصيل أكتر عن الجهاز، عن الويندوز، البايوس، الرام، السي بي يو، كارت الشاشة. الأمر اللي بعده فايرفوكس. لو أنا نازل عندي برنامج الفايرفوكس، الأمر ده بيفتح لي البرنامج. الأمر التالي فونتس، افتح لي المجلد الخاص بالخطوط الموجودة على النظام. اي اكسبلور بيفتح لي متصفح الاكسبلورر اللي بيكون موجود مع الويندوز، انترنت اكسبلورر. الامر التالي لوجوف. اللوجوف بيعمل الخروج من حساب المستخدم الحالي على الويندوز. الأمر اللي بعده شت داون. طبعا في هنا باراميترز نشرحها. الشت داون لوحده بيعمل إغلاق. لما أنا أقول له شت داون ماينس اس ماينس تي، مكان علامة الاستفهام بحط الوقت بالثواني اللي بعدها هينفذ العملية. يعني مثلا لو انا قلت له شت داون ماينس اس، الاس هنا معناها شت داون، ماينس تي، وقلت له مثلا 60، يعني هيعمل شت داون او اغلاق للجهاز بعد 60 ثانية. طيب لو انا عايز اعمل ريستارت بدل الاس احط ار، يعني ريستارت. تمام، ممكن اعمل لوك ال. طب انا لو غلطت وعايز الغي العملية اقول له ايه؟ ان ابورت، الغي العملية. طيب الامر اللي بعده، الان انا لو نازل عندي برامج الاوفيس، الام اس اكسس بيفتح لي برنامج الاكسس، الامر اكسل بيفتح لي الاكسل، الامر اللي بعده بيفتح الباوربوينت، الأمر اللي بعده بيفتح الوورد، الأمر الأخير اكسبلورر بيفتح لي متصفح الويندوز لو أنا استخدمته. افتح لي متصفح الويندوز على الأقراص، من خلاله بقدر أتحرك وأوصل للأقراص الموجودة والملفات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من مشاهدة هذا الفيديو. لمتابعة المزيد من الفيديوهات والمواضيع، الرجاء عمل سبسكرايب للقناة وعمل لايك وشير لصفحة الفيسبوك، رابط الصفحة أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.